اتحاد جدة يعبر إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على الوحدة. الحزم يقصي حفر الباطن بركلات الترجيح ويتأهل لدور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين. تشيلسي يستضيف باريس سان جيرمان مساء الأربعاء في مباراة ثأرية ضمن إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا. ويتطلع بنفيكا البرتغالي لتحقيق انتصاره الأول في روسيا منذ 20 عاما حين يحل ضيفا على زينت. فيفا يشدد العقوبات على رياضيين ومسؤولين في إيطاليا بسبب التلاعب بنتائج المباريات.